يقول سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: إنما أهلك من كان قبلكم، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. اللي سرق رطاد النعناع واللي خون بيضاء ندخلوا للحبس، واللي سرق شعب بأكمله ومدينة بأكملها نتركه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرة أخرى نلتقي متتبعي موقع ريحانة بريس في حلقة من حلقات سلسلة زواج المال والسلطة. هذه الحلقة هي الحلقة الثالثة مع البرلماني السيد إدريس السنتيسي بمدينة سلا الذي ينتمي لحزب الحركة الشعبية. هذه الحلقة سميتها الطباخ الذي التهم رزق السلاويين على مدى عقود، على حسب الوثائق اللي عندنا واللي كيتهم فيها بن عزوز المستشار السابق في جماعة سلا إدريس السنتيسي باستغلال النفوذ ديالو والمركز ديالو كعمدة لمدينة سلا باش يخدم مصالح ديالو الشخصية، واتهموا أيضا بالتورط في صفقات مشبوهة مع أطراف كثيرة، وأحد هذه الأطراف هي اللي عقد معها هذه الصفقات هي شركة العمران اللي دخلت معها مؤسسة ليراك كما قلنا سابقا في حلقتين سابقة، واللي كان السنتيسي مستخدم فيها ذات يوم وقد أشار إلى ذلك في الحلقة الأولى. بين قوسين نوجه واحد نداء قبل ما ندخلوا في التفاصيل ديال هاد الحلقة، ونوجه رسالة مباشرة للسيد السنتيسي نقول له كما قلنا رحنا كنتوفر على عشرات الوثائق التي تدينه واللي بدأ بها المسار دياله وكيفاش تحول من طباخ كما قلنا وغاردغور في أحد الفنادق إلى ملياردير. عندنا مجموعة ديال الوثائق ونقدر نبينوها دابا الآن، مجموعة ديال الوثائق التي تدين السيد إدريس السنتيسي، وثائق كثيرة رحنا ما كنتكلموش كما قلنا من فراغ، ما كنتكلموش من فراغ، وثائق فيها الأسماء، فيها الشخصيات، فيها التوقيعات، فيها مراسلات بين وزارة الداخلية وبين عمالة سلا وبينه، وحتى الأحكام القضائية كنتوفروا عليها وعندنا ما يفيد ذلك. فاحنا ما كنتكلموش بالفراغ كما قلنا، والكلام اللي تكلمناه في الحلقة الأولى وفي الحلقة الثانية راه كلام مبني على أساس. هذه نقطة. فكنقولوا للسيد السنتيسي لك الحق في اللجوء إلى القضاء من أجل رفع دعوى قضائية، اللي كيقول هو حسب واحد مجموعة ديال المعلومات توصلنا بها على أساس أننا كنبتزوه. نقول للسنتيسي ما كنبتزوش حنايا، حنا كننشروا الوثائق بالأدلة وكننشروا الحلقات، ما تتصلناش به نهائيا باش يقول أننا كنبتزوه. له أن يلجأ، له الحق في أن يلجأ إلى القضاء. في السبعينيات ديال القرن الماضي غينوض واحد المجموعة ديال المنتخبين وعلى رأسهم السيد إدريس السنتيسي كرئيس الجامعة الحضرية لسلا آنذاك، والأخ دياله عمر السنتيسي بصفته رئيس ديال مقاطعة العيايدة في نفس الفترة، ومشاركة ناس أخرين محمد العلو وواحد العدد من المستشارين ورؤساء المقاطعات اللي كانوا في ذيك الفترة ربما نتكلم عليهم لاحقا، ومجموعة أخرى من المستشارين، وكلهم غيتواطئوا عن طريق النصب والتزوير. هذا كلام ديال المستشار اللي كان معهم بن عزوز، غيتواطئوا عن طريق النصب والتزوير والتدليس والإخلال بقانون الميثاق الجماعي، وغينهبوا من المالية العامة للدولة المغربية وجماعة سلا ومؤسسة العمران عن طريق كما قال في الشكاية ديالو اللي وجهها بن عزوز خداع المصالح المركزية لوزارة الداخلية. وخا هذا الخداع اللي تعرضت ليه هذه المصالح المركزية لا تعفيها من المسؤولية هي وشركة هيئة أبي القراغ. كل هذه المجموعة اللي على رأسهم السنتيسي فوتوا على الجماعة مبالغ مالية ضخمة تناهي 87 مليون و 958 و 500 ألف درهم من مشروع واحد فقط، أكثر من 87 مليار ديال الدرهم، اللي هو
مشروع المركب السياحي المنجز من طرف بلدية سلا بتاريخ 28/2/1973 تحت قرار 43/73، واللي تكلف بالهيكله ديالو واستغلاله وفقا لما هو منصوص عليه في دفتر التحملات والشروط المصادق عليه وكذا عقد الكراء. وقلنا لك عندنا نسخه من هذا عقد الكراء. السنسيسي وحده هو اللي تكلف بهذا المشروع كمفاوض للوكاله بصفته مول شركه الوقت الاخضر، وفي نفس الوقت رئيس جماعة سالة. أولا إخواني أخواتي، تخيلوا هذا المبلغ اللي أكثر من 87 مليار ديال الدرهم، يعني تقريبا 88 مليار ديال الدرهم، شحال كيساوي في ذاك الوقت سنة 1973؟ كان المفروض على السنتيسي إلا كان كيغير كما كيقول في الخطابات ديالو داخل البرلمان عنده غير على ساكنة سالة، وكما يدعي أنه كيدافع عن المواطنين، أنه يوافض وكالة أبي القرق كرئيس للجماعة الحضرية لسلا وليس كصاحب شركة تنافي ديال المصالح. كان المفروض منه يدافع عن حقوق ومصالح مدينة سلا، لكن بهذه الصفقة المشبوهة فوت على ساكنة سلا مبلغ 8 ما يناهز 88 مليون ديال الدرهم. هذا المبلغ الخيالي والضخم كان كافي باش يضمن 3664 منصب شغل قار لمدة سنة لفائدة شباب مدينة سلا العاطين عن العمل في تلك الفترة، واللي بسبب بحال هاد الصفقات ولاو وكبروا مجرمين في سجون مدينة سلا، وطبقة فقيرة كيعيشوا الفقر المدقع. يكفي أنك تدير جولة في مدينة سلا، يكفي أنك تدير جولة واحدة في مدينة سلا باش تشوف حجم الفقر المدقع اللي كتعيشه مدينة سلا والهشاشة. وماشي غير هاد الصفقات المشبوهة هي اللي كاينة، بل كاينة عمليات أخرى مشبوهة وصفقات أخرى مشبوهة فوتات على الخزينة العامة للدولة أكثر من 85 مليون درهم. هذه صفقات أخرى تقريبا، واللي كانت كافية حتى هي باش تشغل 272 من شباب مدينة سلا لمدة سنة كاملة، خداها كل مدرس سنتيسي وأخوه عمر سنتيسي. هاد الصفقات أو هاد الصفقات غتكشف لنا لجوء سنتيسي لإدخال علاقاته الأسرية والحزبية في مشاريع الاستثمارية. غيبان هادشي في استغلال العلاقات ديالو شقيقه عمر اللي كينتمي لحزب الحركة الشعبية كذلك. غيبان استفادته من القطع أرضية، واحد القطعة أرضية استفد منها تاهي تحت رقم 7-1 في واحد الجزيئة بدون سمسارة عمومية وبطرق غير قانونية وكذلك بطرق ملتوية وغير مشروعة، بدون ما يعرض الأمر على المجلس الجماعي، بدون ما يعرض عليه هذا المشروع التعديلي للتجزئه اللي بدا الراي فيه. نجيو لسنه 1996 وبالضبط بتاريخ 23 في شهر 9/1996 غيجي السيد سنتيسي البرلماني سنتيسي عن طريق شركته قريه الفنون المغربيه واللي راس مالها 4 ديال الملايين ديال الدرهم مقرها الرئيسي في سلا الولجه المعروفه طبعا دار فخاره مجمع الخزف. الممثل القانوني ديالها ايضا هو نيت تدريس سنتيسي. غيجي في هذه السنة غيبيع أو غيفوت لشركته الزهرة للخدمات التجارية والصناعة واللي هي حتى هي ديالو ورأس المال ديالها حتى هي 2 مليون ديال الدرهم، والمقر الرئيسي ديالها حتى هو في الولجة مجمع الخزف، وممثل ديالها القانوني الوحيد هو دريس سنتيسي أيضا. غيبيع الأصول الثابتة للشركة، أولا غيبيع القطعة الأرضية رقم 3 اللي مساحة ديالها 1161 متر مربع. الملكيه ديال الارض ديالها هي رقم 13422 رقم 13422 على 20. وغيجي يفوت واحد القطعه ارضيه اخرى رقم 2 المساحه ديالها حوالي 3857. الملكيه ديالها ايضا 4637 ار. ناهيك عن تفويت المباني وكل المنشات والوكالات مع الاستفادة من حق مبالغ الكراء اللي كانت تستفد منه شركة قرية الفنون المغربية في القطعة الأرضية رقم 1 بمساحة كتبلغ 5322 متر مربع. كل هذه الخروقات اللي طاح فيها العمدة السابق هي كلها تجاوزات كتتعلق بمشاريع خاصة بالسنتيسي شكلت أهم مصادر الاغتناء ديالو والثراء الفاحش ديالو والنفوذ ديالو في مدينة سلا. بعد ما كان فقير معدم، ماشي عيب الانسان يكون فقير ويبدا المسار ديالو بالكفاح والحلال،
لكن العيب هو أنه يطلع على ظهور الفقراء والمساكين. العيب هو أنه يأكل المال العام ديال الشعب المغربي وبالأخص الشعب السلاوي. تصوروا لو كانت هذه الأموال كلها مشات لصالح التنمية ديال المدينة، كانت غتكون مدينة سلا من أحسن المدن المغربية على الأقل في الظاهر ديالها، بحال مدينة الرباط. مدينة سلا لحد الساعة باقا قد تخبط في الفقر المدقع والجريمة بكل أشكالها. في الأخير كيجي السنتيسي كيمثل علينا في البرلمان على أنه هو المدافع عن مصالح مدينة سلا. هذا فقط نموذج من نماذج النخبة الفاسدة اللي بنت الثروة ديالها على امتصاص دماء الفقراء والمساكين، وهو فقط جزء من منظومة فاسدة كتنخرف جسم الأمة وكيأدي فقط الدور دياله في مسرحية سميتها البرلمان. عندي سؤال واحد فقط كنوجهه للمسؤولين، كنوجهه للنيابة العامة بالدرجة الأولى، كنوجهه لمجلس أعلى الحسابات، كنوجهه لوزارة الداخلية وكل من له الصفة والاختصاص. السؤال هو إلى متى السكوت عن هذا الأخطبوط الذي يلتهم مدينة سلا، التهم وما زال يلتهمها؟ فوقاش غيتفتح ملف هذا البرلماني اللي نهب وكلا رزق الآلاف من الشعب السلاوي على مدى عقود وسنوات؟ يقول سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، قال: إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. اللي سرق رطاد النعناع واللي خون بيضاء ندخلوه للحبس، واللي سرق شعب بأكمله ومدينة بأكملها نتركه، ولكن الآخرين نقيم عليهم الحد وندخلهم السجون. وكيقول جون كينيدي: أسوأ أشكال الظلم هو الفساد، لأن الفاسدين يسرقون مستقبل الأجيال القادمة. مدينة سلا كلها تسرق، تسرقوا الأجيال ديالها من 73 وما كيسرقوا الأجيال، شو شحال من جيل وشو شحال من عقد من الزمن. وشوف الحال ديال مدينة سلا اللي قريبة من العاصمة والمفروض تكون من المدن الكبيرة، ونحن مقبلون على استحقاقات قوية جدا 2030 تنظيم كأس العالم. سنة قريبة منا، باقي فيها الجريمة، باقي فيها البرارك، فيها باقي فيها الفقر المدقع إلى درجة ما تصورش على البال. كيقول عالم الاجتماع ابن خلدون في مقدمته: الفساد يفضي إلى الخراب، والخراب يفضي إلى انعدام العدل، وانعدام العدل يفضي إلى الفساد. ابن خلدون يرى أنه عندما يسود الظلم والفساد تصبح الحكومة عاجزة عن حماية المواطنين وتحقيق العدالة، وكيأكد أن الحكومة الفاسدة والظالمة تفقد قدرتها على تحقيق العدالة وحماية المواطنين من الفاسدين والمفسدين، كيؤدي في آخر المطاف إلى انعدام الثقة وانهيار النظام السياسي، ويؤدي إلى انهيار الاقتصاد كذلك وضعف الدولة. هناك عبارة شهيرة لابن خلدون: الظلم مؤذن بخراب العمران، كتعبر عن رؤيته بأن الظلم والذي يشمل الفساد السياسي يؤدي حتما إلى تدهور المجتمعات وانهيار الحضارات. أرسطو كذلك يقول أن الفساد يظهر في كل أمة عندما تتجاوز المصالح، عندما تجاوز أو تتجاوز المصالح ديال الأفراد مصالح المجتمع، كيولي الأفراد كيفكروا في نفوسهم فقط، في الاغتناء ديالهم فقط، في الأسر ديالهم فقط، والشعب له الطوفان. أفلاطون كيقول كذلك: من يتحكم في المال يتحكم في الناس، ومن يفسد المال يفسد الناس. إلى هنا ننهي هذه الحلقة إخواني أخواتي متتبعي موقع الحانة بريس، وإلى حلقة مقبلة مع البرلماني إدريس السنتيسي في إطار سلسلة زواج المال والسلطة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.